حسن. شو المشكلة أنت حسن؟ السلام عليكم، كنشكر جريدة تعبر اللي جات عندنا وتلقات معنا وباش نعبروا عن المواقف ديالنا وعلى المشاكل اللي كنعيشها شحال من سنة هذه مع المرأة ديالي الزوجة ديالي اللي كتخوني. يعني هاد السيدة هادي من أول سنة تلقيت مع أول بعدا أنا ولا بعدا هاد السيدة ما كنعرفهاش وما شفتهاش حتى تلقيت مع عن عن عن, عن طريق واحد السنصار اللي دبر لي فيها يعني عن قرب في الدوار ديالنا نتاع عن قرب يعني الجوار ديالنا هو اللي مشى له. هي كان واحد قال لي راه كان واحد البنت زوينه كذا كذا يعني اعطاني المواصفات ديالها، ولكن هاد السيده هادي داكشي اللي بغيت فيها وداكشي اللي كتمنى فيها ما كانش فيها نهائي. مشيت عندهم يعني استقبلوني، ولكن هاد الناس هادو يعني فيهم غير تحريميات، فيهم غير الخشونه، هاد الناس فيهم غير تحريميات بغاو يلصقوها عليا ويزيدوا. المهم فاش تفرجتي لها، واش هي بقات بنت ولا لقيتها مرأة؟ لا ما لقيتها خاويه، يعني حتى الطبيب هذا اللي دار لي هذه الشهاده يعني راه كتحمل المسؤوليه قدام الله. دار لك الشهاده ديال العزوبه؟ هي دار لها الشهاده ديال العزوبه وهي ماشي بنت اصلا. لقيتيها مرأة؟ لقيتها ماشي بنت، ماشي بنت وصافي. المهم هذه السيده هذه سترتها وكما يستروا العباد. الاول انت قالت لك رانا دايزه ولا لا؟ ما كتغوت كدير عليها البكا ديالها يعني كدير تحريميات يعني حتى انا دس عليا ملي ما ديتهاش للطبيب. لو كنت ديتها للطبيب غادي نربحها، ولكن ما خليتها سترتها يعني كتبكي عليها كتقول لها ودي استر. لقيتيها شنو قلتي لها هذيك الساعه انت؟ المهم صافي داكشي اللي عطى الله يعني كتغوت عليا، قالت لي ودي راه كذا كذا يعني جابت لي واحد الحاجه الصناعيه داكشي ديال الصناعي هي زعما باش سميتو يعني انا عرفت، ولكن داخوا عليا ما عرفت كيفاش داروا. المهم خليتها زدت سميتو مع مرور الايام كتعرف معها كتمشي مع داك السيد اللي هي سنصارو سميتو. لقيت واحد النهار كاع تركبات مع في الطوموبيل وملي دزت واحد 6 شهور ولا سميتو لقيت عندها الصوره ديال الراجل في الباليزه ديالها، في الباليزه بين الحوايج ديالها كتقلبها قالوا الحوايج بانت لها واحد الصوره. قلت لها اش هاد التصويره هادي؟ قالت لي واحد من العائله. دازت ايام ودازت ايام. المهم كنت كنفكر باش نمشي عند دوك صحاب الدوار ديالها باش نسولهم واش كيعرفوا هذا السيد هذا، ولكن مع الاسف دس عليا ديك سميتو ديك الفكره وما درتهاش. مع مرور الايام زيد ولدنا واحد الدري اللي تزاد عندنا في الاول، ولدت مع الدري الاول ودازت واحد 3 سنين ولا 4 سنين وزدنا ولدنا واحد اخر. هذاك ملي بدا هذاك الدري الثاني ولدناه بدات المشاكل مع هذه المراه هذه. علاش هذه المشاكل؟ يعني هذاك الدري عزيز عندها اكثر من هذاك الاول، كتقول لك هذا هو ولدي يعني هذاك، ولكن ماشي ولدها يعني فيه الشك، هذاك الدري راه فيه الشك. المهم داز ليام حتى داز واحد 3 شهور ولا سميتو ما بين العيد ديال الاضحى، ولكن ما سميتو شحال ديال سميتو اللي لقيت عليها يعني هذه السيده هذه كتخرج مع البنات اخرين، مع البنات ديال الدوار وسميتو اللي كيف كتفسد شحال من خطره يعني. لقيتها مع واحد خيتنا كيبدل الحوايج في سميتو في الدار. لقيت عندها لقيت الحوايج خرجتهم بغات تديهم لصاحبتها، حيث انا جيت من الخدمه وسميتو سبقتها للدار وجايين وقالت لها جيب لي الحوايج ديالي، يعني هذيك المراه كتجي لعندها للدار ديما من الدوار نيت كيمشيو كيفسدو كيرجعو كيبدلو الحوايج كيلبسو راه فاش كتكون معاها ولا شي حاجه. واخا بعض المرات يعني في الفراش كتقول لك اودي انا عيانه كذا كذا يعني ما كتبغيش. علاش انت ما كتبغيش؟ انت راجله بالحلال هو تحريميات ديال العيالات هما هذوك. لا اله الا الله. وإما سيدي
جيت سميتو جيت من الخدمة ولقيت حيت انا ديما كنهز الساروت كندخل للدار ديالي بلا سميتو بلا ما يحل حتى شي واحد الباب ولا ما يسد كان ديما الساروت عندي. المهم جيت لقيت الباب تدار ليها الحديد يعني الزكليز ايه سدوه وغلقوه من الباب من سميتو من الداخل. يعني هاد السيده هادي ديما يعني عندها سميتو عندها لقيت عندها الرجل كادخل ايه قال لي الدري الاول يعني كبير يعني عقل عنده سميتو ديالو هاد الفكره هادي. ملي مشات ملي خرجت من الدار قال لي ودي راه ماما ديما المره الثالثه هذه فاش كتدخل هذا السيد هذا كيجي برجله كيدخل كتدخلوا كيخليني حتى نخرج عند الخدمه وكتدخلوا ها. المهم هذه السيده هذه ديما كان سميت واحد النهار علاش ما تلقتيهاش انت راه دابا راني ترى درت طلق الشقاق وضربوني بثلاثه 8 المليون انا اللي درت طلق الشقاق ودرت وعطيت راه كاينين التصور ديال الخيانه ديالها وعطيتهم للمحكمه على اساس باش دير. قلت لهم ودي طلبتهم قلت لهم لا يجيكم بخير سياده الرئيس هذا التصور خصي يدخلوا للخبره راه عندها الخيانه راه خصي هي عندي التصور ديال الخيانه ديالها مع صاحبها. طلبت سياده الرئيس يعني قاضي الصلح قلت له ودي هذا التصور سياده الرئيس خصي يدخلوا للخبره جوج خطرات قال لي ودي ان شاء الله غيكون خير ولكن رفضوا لي الطلبات ديالي. واخر مره قلت لي حصلتها كيفاش حصلتها؟ حصلتها سيدي حصلت عند الراجل في الدار دخل لا غير بلاتي. المهم دخلت هزيت هذاك الدري الصغير يعني بغيت نبوسو باش نعنقو وهزيتو طلعت للصح. يعني هي في الاول قالت لي سي جيب اللحم حيت حطينا شي داك اللحم ديال العيد حطيته عند الوالدين في الثلاجه. قالت لي سي جيب اللحم باش تخرج هذاك تقول باش ملي نخرج انا تخرجوا يا رب حيت انا جيت على غفله جيت على غفله حيت انا كنخدم في الفورم باش نجيب الطرف ديال الخبز انا غير بوبري ماشي شي حاجه سميتو. المهم ملي سميتو قلت ليه لا كتحزر بغات تعنقني كذا دفعتها وطلعت الصح لقيت هذاك السيد ودفعني بواحد الجهد حيت هو صحيح وغليظ لقيته في الصح مخبي مع شي سناق تما كان با خلاهم عندي تما في الصح. علاش ما سديتيش عليهم انت ديك الساعه؟ راه ما عرفتش راه واخا تسد راه غادي تحليه راه غادي تعاونوا عليك غادي تحماوا عليك غادي يضربوك ضربني دفعني على واحد التفصيل ديال البارابول وانا باتهم في واحد سميتو ديال الملف ديال التصور خباتهم ما شفتهم حتى الاخر واستانفت. وكيجيو لي السيد عاد كيرجعوا كيمشيو كيرجعوا شي 9 شهور وانا كنطلع ونهبط حتى دبس مع دوك لي السيد عاد حتى شديتهم ومشيت استانفت درت المحامي يعني استانفت وعطيت التصور هذا التصور للمحكمه ديال الاستئناف وما عطات ليش حقي وانا دابا متاسف هو عندي التصاور والمحضر ديال الدرك الملكي والاخت ديالها هي حتى العائله ديالها كنعاني منها سيدي يعني انا دابا مريض. هي باقي ساكنه معك؟ لا ما ساكنش معايا من 2012 ملي ضربات 20 يوم في السجن هي وصاحبها وخرجوا ما يعني كاينين شي تدخلات تما والله ما نعرف اش كاينه تما. ما طلقتش ما عندي دابا راه زياده في النفقه كنت دابا كانوا ضربوني ب 350 درهم لواحد دابا راه عطاوني 27000 ريال زاد في سميتو شكيت فيه وطلبت لاضين المحكمه في 2019 وما عطاتوش ليا ما عرفت عن يعني بلا ما نذكر الاسم ديال الاستاذ ديالي يعني المحامي ديالي اللي دار سميتو دار ديال سميتو هذا المذكره ديالو باش يعني باش يعطيونا لاضين ما بغاوش يعطيوه لينا ما استجبوش لينا ما عرفت الناس كل الشكايات ديالي اللي درت كل شيء مفروضه درت الشكايه للوكيل العام درت على محكمه النقد ما كان تصنت ليا يعني تصور ما حتى واحد ما بغى يتصنت ليا يعني هي ملي كدير الشكايات ديال ملي درت الشكايه ديال سميتو ديال الرجوع سميتو جا الجندار حتى للدار يعني هما كيقبلوا الشكايات ديالها علاش انا مالي في النفقه قبلوا الشكايات ديالها
يعني ملي كنحط لهم انا شي حاجه ديال سميتو ما كيقبلوهاش نهائيا. شنو كطالب اليوم؟ انا سيدي كنطلب من المجتمع الوطني وسيدنا وزاره العدل والوكيل العام ديال الاستئناف باش يوقفوا معايا يعطوني حقي. انا دابا هاد السيده كتهدد عليا كتهدد عليا كدير العصابات كيجيو ليا سرقوا ليا الدار ديالي كتكون مع شي واحدين اخرين بلا ما نسميهم. يعني واحد السيد اللي دعيت درت لهم الشكايه دزنا غير هاد العربه هاد الاربع اللي فات عند الدرك الملكي حتى الدرك الملكي ما هز هذاك السيد هز يدو باش يضربني وما كان اللي يقول لي لا لاش درتي ولا اش فعلتي. يعني جاو من جانب ديال هاد السيد وهاد السيد هذا. اشنو بلاصه فاش ساكنت؟ انا كنت ساكن في قنيطره. ساكن في قنيطره بالفع. اي بالفع. اي ديالك اللي بغى يساعدك النمره ديالي 06-08-15-45-76. ساكن في قنيطره. دابا ما غاديش نسكن فيه لان هذيك الدار كنخاف منها. كتخاف منها؟ ديك الدار صافي مشيت كنكري مع راسي. انا ديك الدار دابا رهنتها لواحد السيد صافي باش يدبر معها ولا سميتو عطيتها لواحد السيد يبيعها ولا شي يدير معها. كلمه خيره شنو غتقول لهم وشنو كطلب؟ انا سيدي كنطلب المحاسبه مع هاد الناس هادو هاد المجرمين اللي سرقوا لي داري. يعني كان واحد الجار من الجيران نينيت هو كيعطاني جميع المعلومات هاد المراه بلا ما يعرفها اللي واش هاد الدار كتبتيها على السميه ديال خوك. قلت لها اي. قال لك اودي هاد الناس راه غيديروا لك غيفعلوا لك. كنت فيها في الصباح حتى ديك 11 ولا 12 خرجت من اللي رجعت في العشيه لقيت الدار ديالي مسروقه. تسرقات لي فيها 70000 درهم. 70000؟ اي دخلوا من واحد الثقبه. فلوس في الدار؟ ها هو كيما خايف راه طحت فيه. داكشي علاش طحت فيه. يعني هاد الناس هادو مجرمين. يعني هادو عارفين بلي عندك فلوس في الدار داكشي علاش؟ يعني هاد السيد راه مخالط الدار. كيعرفها كيدخل عندي هو اللي يوقف مع سميتو حيت شريت عند واحد المراه. المراه ديك المراه وقف معها حتى باعتو ليا. يعني هذا السيد عارف الدار كامله كيدخل عندي. ما انا ما شكيتش فيه زعما في الاول ولكن دابا ملي قال لي هذه الهضره هذه شكيت فيه بانه هو اللي سرقها. واحد السيد اخر هو حتى هو كنت درت به الشكايه شحال هذه. يعني جوج الناس ما شكيت فيهم. انا سيدي كنطلب هاد الناس يعني حتى الدرك الملكي اللي مشيت عندهم وما عطاونيش حقي والشكايات ديالهم باقين عندي. درت الشكايه الاولى والثانيه راه كاينه باقي عندهم في طور الانجاز. كنطلب من سيدنا ومن وزاره العدل ومن المجتمع الوطني يوقفوا معايا لان انا دابا مظلوم وسميتو هاد الناس كيتعسوا عليا وكيهددوني. هاد المرة ديما كتهددني ملي شكيت بها في هاد الشكايه هادي كتقول لي جابت شي ورق. قالت لي انا اسيدي انا عندي براءه ديالي غادي نفعل لك غادي ندخل لك الحبس الا ما عطيتينيش النفقه ديالي. هاد السيده ما كتستاهل لا نفقه ولا هم يحزنون. هاد الشيء راه كيتسمى الاستهزاء. الاستهزاء من طرف المسؤولين ديال القضاء. يعني انا مظلوم ما كت حتى واحد ما كيعطينيش حقي. يعني انا المشكل الاول مع هاد المراه على هاد المراه هادي حيت حتى اختها شهدت ليها في الدوسي. اش تقول لها اختها؟ لان اختها حتى هي فاسده. هاد العائله كلها فاسده. ترى كاين الحكم ديال طنطان تشدت على الفساد. اش تقول لها في هاد الشيء باش تشهد لاختها؟ يعني راه الظلم هاد الشيء. اللهم انا هذا المنكر.